فريد ما اعرف انه شوي بخري مرات بالحكي فاعذرونا. يلا اوكي. تعرفوا اول شخص كنت صحبه معه بسدين مين كان؟ تتذكر ايام ما كنا صحب؟ اول اثنين تكلموا مع بعض انا وهي. اول اثنين كنا صحبه، كنا دائما نقال مع بعض وحالتنا حاله. بعدين مطة عشان بالله ترجمة سبتايتلز شو يعني يمطة؟ فأنا فريد أول اثنين، بعدين شو صار لفريد؟ عرفت بعدين على الرضا. أيوة وسحبت علي كشيته جابت مليون فالور صارت تشوف نفسها علي، مع أن أنا وهي أول اثنين تعرفنا على بعض بسديم حقي. فأنا ورضا، أنا ورضا قال أنا وفريد كنا رضا ماكل عقلها. رضا هذه الحصة يصورونها الحين يحطوا يسوون فيديو مونتاج الدراما ما بين فريد ورضا، هل فريد ورضا يكرهون بعض وأنا ورضا نشوفها ونضحك. ستريتشهم العزب العزبة يعني المرأة الغير هذه سبب جزائرية كثير يقولونها هي العزبة. احكي لكم معلومة عن فريد انتم ما بتعرفوها. بس قبل ما تقولين معلومة، حسابي في الانستغرام boy.xcx سوي لي فولو يا جماعة. I love you. يلا تفضلي. بطلت احكي معلومة. لا لا بليز بليز. لا لا لا. لا بليز مان. لا مان. يلا قولي. معلومة عن فريد. فريد تعال ليه نص وجهك جوا. فريد أبرأ إنسان، أو مش يعني إنسان، أبرأ واحد بسديم كان، يعني فريد كان أبرأ واحد بسديم، يعني هيك بتحس من جوا قلبه هيك ما في لا حقد ولا في عقل ولا في قول. يا شباب قلبي أبيض أمزح والله. سمعت البارت ما في عقل ولا سلكت؟ والله ما سمعتني الحين. أوكي مو مشكلة. ما في كلب ولا في مخ الحمد لله. طفل يعني ما له دخل بشي، بتكون تحكي هيك فجأة بيطلع لك هيك، بتكون تعمل فجأة فريد يعني بعالم آخر بتحسه. المهم خلوني أقول لكم شيء سويته وأنا صغير. أوكي فجأة فجأة الشيء اللي سويته هو أني قتلت سلحفاة. والله بس بالغلط. كيف قتلته؟ كان عندنا في التمهيدي هذا قبل الابتدائي يعني. اوكي كان نعرف عندك كمان تمهيدي. اوكي عشان الناس اللي ما يعرفين تمهيدي ايش سويت. بنت خالتي كان عندنا زي يوم حق حيوانات، كل واحد يجيب الحيوان الاليف حقه. فانا ما كان عندي حيوان اليف، كلهم كان عندهم، فانا كنت قاعد اقول حقهم يا ابغى حيوان اليف. حطيت حالك ببوكس واعطيت المهم زي ما قلت لكم. فبنت خالتي اسمعوا خليني اكمل يلا. بنت خالتي كان عندها سلحفاة، فقلت لها اعطيني السلحفاة هذه اخذها بس يوم اوديها عند التمهيدي اتفشخر فيها ان عندي سلحفاة، يعني كشخة عندي حيوان وارجعها. قالت لي اوكي سلحفاة. المهم تلاقي ناس جايبوا سود، واحد قرد، واحد بس كلب، فيه جايب سلحفاة. لا المصيبة ايش؟ المصيبة وين؟ المصيبة اني نسيت اكل السلحفاة وماتت. لا تخيل كيف اكتشفنا انها ميتة، يعني انا ما اكلتها كم يوم نسيتها، كنت صغيرة ما جاء في بالي. فرحت على اساس انها هي متخبية في هذا حق اسمها القوقعة حقتها يعني، وديها كذا واحنا نلعب فيها. وين ما تكون فجأة الأبلة قالت انها she's dead. قالت she's dead. المهم بعدين شو اسمه، طبعا انا يعني الصراحة كنت صغير ما حزنت ولا شيء، كنت بس شايل هم كيف راح اقول حق بنت خالتي اني قتلت السلحفاة حقتها. والله يا جماعة يعني كان يوم أسود. لا الحين صار عندي سمعة في بيت جدتي يعني بين كل بنات خالاتي وعيال خالاتي يا قاتل السلحفاة جيب لي كاسة مي. لا فكان في يعني كلام عني إن لا أحد يعطيه أي شيء، لأن إذا أعطيته أي شيء فريد راح يخربه. الحين إذا صرت محتاج أي شيء أطلب منهم يقولوا لي لا، يذكروني بالسلحفاة.
اللي قبل 20 سنة. يا رب تحزن قصة كثير مؤثرة ضايقتني يعني. rest in peace. هسه فجأة بنطلق فريد. جماعة اللي حزن على القصة يعملي فولو على الانستغرام اكاونت تبع عندي قصص. ترى في بعد ارنب عندي مات. في ارنبين اشتريتهم عشان نشرحهم في المدرسة. في قطوة بعد. لا والله بس مو انا اللي قتلتها, هي ماتت بنفسها. اكيد شافت خلقتها الثانية اكيد. لا لا والله شفتها لولو. والله اشتكت لها لولو والله. عيط عيط عيطتك خلاص. عيط عيطتك. الله يقطعها يا رغد, علمتني اشخر وانا بضحك. دقيقة علميهم علميهم يرحم امك. اسمه سمعتوا لولو مسلمة ام مسيحية؟ السؤال اللي مليون مرة قاعد نسأل. يلا ها. That's why we don't answer. اوه اوكي. شو رأيك؟ انا الصراحة يعني ما اعرف. حتى انا ما تقول لي الصراحة. ما اكذبك. مسيحية يا جماعة. كلنا اخوان كلنا. كلنا اخوان. رغدة بموت فيج. فيج. ليش تضحكين يا حيوان؟ هذه لهجة ناس. اتوقع العراقيين. اموت فيج. رغدة انت ورضا بتحبوا بعض؟ والله انا جاي احشر لكم اياها اليوم. ضحكنا وكذا الحين جا وقت القد وراح وقت الهزار. لجينا لجينا وخلينا اسلم عليها. طلعت قصة بتلزق. هلا كيف الحال؟ لجينا فريد بيك فان فجأة. لجينا لجينا كيف الحال؟ فريدو انت رغدة ازيكو؟ الحمد لله. الحمد لله. انت كيفك؟ ترى كنت اتابعك سيزون 2. ربنا يخليك يا رب. يعطيك العافيه. احنا كنا عاملين بيج بلانز عشان نتقابل ها؟ قال لي احمد قال لي احمد عزيز احنا كنا جايين لكم سربرايز. بس طبعا يعني اول ما يخلص بجد عشان في كتير قوي كاركترز شبه بعض سيزون اند انا شبه رغدة جدا. الكاركتر بتاعتنا شويه ايموشنال شويه كويس شويه مش عارفه ايه صح. والولاد كانوا بيغلسوا عليكي زي ما كانوا بيغلسوا عليا. تركوني يا لجينة بين خمس وحوش. احس ان ايلاف زي سمية. she's a cutie and يعني هادية كتير هادية وكتير بتحب الطبيعة وكده. she's so much like سمية. مين بقى شبه أحمد عزيز من الولاد؟ أنا كنت مسالم طول السيزن ما تهوش معي. لو مسالم يبقى أحمد عزيز عشان أقسم بالله أكتر واحد كان بيغلس على الناس وأكتر واحد بيستفزهم مين؟ محي خالد. خالد كان لا خالد خالد هشام. لا لا اقصد خالد اللي عندنا العراقي. خالد اللي قصدي لا خالد اللي عندنا هو طويل. ايوه هشام. ازاي وي فيت بيرفكتلي ذا وي فيت ذا بروفايل. طيب محي. مين محي؟ خالد. انا اقول الا محي خالد. خالد. ممكن ريلي يا اصلا محي لينا في الجبال علامات. لوف لوف هيت ريليشن شيب. هيت هيت ريليشن شيب. ناجي بس ناجي مين ناجي يمكن ما لوش دخل كثير. لا جودي تقريبا يعني ممكن جودي مين؟ رغد ناجي رغد نفس الشيء. لا لا صح ما يصلح. لا ناجي رضا. انا كنت احس
رغد انت وانا زي ناجي يعني هيك الزنخ الثقيل دم اللي قاعد بين الناس اللي هيك ابدا لا انا بحس لا ناجي كان البطوطه اللي بنقعد ندلعها جاجي 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 طول النهار بندلعه بس كان ليه طلعات برضه يعني كلنا لينا طلعات كده لما كنا بنطلع نتعصب على بعض خلاص بقى بتخلص بس محي دايما هو وخالد كانوا على طول بيزعقوا لبعض حقيقي يزعقوا لبعض بصوت عالي اخر بهدله صراحه يعني طب اللي جاينا مين بتحسي كان عنده دراما اكثر انتوا ولا احنا؟ لا انتوا يعني احنا كان في دراما حلقات مش دراما بس تقريبا الحلقات بتاعتكم كانت ازيد في الدراما شويه ولا بحس غلط تو ماتش كان تو ماتش مصيبه ان كلها احنا كمان لعلمك انا وسيف كنا بيست فريندز عارفه سيف طبعا اللي حلق بالاخر كنا بيست فريندز جينا اخر حلقه اتقطعنا لا لين الحين لا هقول لك بقى انا وناجي كنا اصحاب جدا بس انا وسيف كنا بستيز والله انا وسيف اتخانقنا مع بعض اخر حلقه واتخانقنا قدام الكاميرا وكانت مشكله قدام الكاميرا وقعد يقول هي بتمثل وهي عايزه اتنشن وي 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 ها ماشي اتخانقنا كل ده قدام الكاميرا بعد كده انا وناجي اتخانقنا بعد البروجرام ما خلص وقعدنا 6 شهور متقاطعين شفنا شفتي؟ قلت له انت ما عندك غالي بتقاطعني بعد كل ده بعد اللي والحب وحبيبتي زي انا وديجافو كنا صحبه 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 وكثير يعني مين بنتيز ونتزانق عند بعض دائما تيك توك وهبل لانه هو كثير يعني هيك طيوب وعقله زي عقلي هيك فواحد من الابيسودز ما بعرف وين فجاه هيك طلعت له هيك طلع دين جزون فتضايق وهيك اوكي عصب اجت الدقه فيا يعني يس يس عصب اوكي واو بس يعني بجد انا كنت متحمسه اقابلكم جدا بجد والله واحنا كمان لازم تيجوا لازم نتقابل لان السيزون اللي فات كانوا بيجيبوا ناس من سيزون 1 بس انت تفتكري السيزون بتاعنا يعني مين كان مثلا يور فيفورت بتحبي تتفرجي عليه؟ انا كنت احب زين هلا بالزين اجا خالد تبعكم سمعت اسمي في اللايف هاي مين خالد هذا؟ He's a very خالد بقى جدع جدا وسوبر فريندلي لحد دلوقتي بيكلم حد يسأل عليه لا على قد ما كان بيتعصب في البروجرام بس عفوي يعني عفوي جدا وهو كمان مين خالد مين؟ خالد جاد الرابر مشترك اوكي لا مش كيف من وين كان؟ من مصر لا مش كيف انا احنا كنا 5 مشتركين من مصر ربع المشتركين من مصر انتوا على فكره طاغين يا انتوا كنتوا 20 صح؟ انتوا كام؟ احنا 15 اوه جايين عليكم جامد لا بس احنا كان 3 دينجر زون ايوه 5 تدري سكت المصيبه الكبيره ان كل اسبوع كنا احنا اللي نطلع المشترك تخيلي لا بصراحه كانت صعبه كان شيء تشيل الناس من بعض احنا بس تو لايف حصل فيهم كده والناس شالت من بعض يعني بس تو لايف احنا بعد ما نصوت يعني تخيلي انت اللي ما صوتتي له حترجعي توجهيه بعد الحلقه اذا رجع على الشو وانا المشكله صارت معي مع رغد مرتين صوتت كنت يعني اصوت لعكس اللي مع رغد يس رغد ترجع اصوت لعكس اللي مع رغد ورغد ترجع اول وثاني وثالث مره يس لازم بالاخر يعني انه هيك يعني بس مش على كره وإشي يعني بس كان اللي لا طبعا ايوه ما هو احنا يعني هي مش بتتقاس كده هي بتتقاس بمقاييس تانية يمكن مثلا ساعات انا مثلا ببقى رضيت ده مره فعايزه ارضي ده مره او مثلا الفيديو مثلا المره دي كان موفق اكتر لحد معين بيبقى ليها حسابات معينه بس قد انت زي ما قلت لك اتس ذا جورني اهم حاجه كسبتوها بعض صح nothing more
اهم حاجه بتشوفوها يور ريليشن شيب جايز ان انتوا اتعرفتوا على 15 بني ادم من 15 دوله مختلفه. This is huge يعني. انا بقى كنت طول النهار عايزه اروح بيتنا، بهدلوني. وفضلت انا البنت الوحيده. ايه انت بمصر هلا؟ انا بمصر. الحمد لله. لا، ايام ما كنت في سديم كنت عايزه اروح بيتنا، عايزه اروح بيتنا. يعني انت ومحيي عايشين عند بعض؟ انا ومحيي. خالد لا عايش في ماليزيا. ومين تاني كان؟ محمد جواد. مين تاني؟ انت ومحيي ما بتشوف بعض؟ ايوه ما تقابلون بعض. لا 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 ثانيه. I have justification. انا عايشه في اسكندريه. Do you know Alexandria؟ هي بعيده من كايرو 2 hours، بس انا بروح مرتين في الاسبوع عشان انا اشتغلت في ابو ظبي تي في مراسله، فكل الايفنتس اللي بصورها تبع التي في بتبقى في كايرو. ما عندناش حاجه في اسكندريه، بس انا عايشه ليتل في اسكندريه، يعني بيتي في اسكندريه، فانا مش عايشه انقل. بس كل فين وفين يكلمني. بس احنا يعني what we do is different. يعني انا ميك اب ارتست وكورسبوندنت في ابو ظبي تي في، وبعمل كولابوريشن مع براندز. هو شويه التيك توك، الاغاني اللي بيعملها. فاحنا تقريبا خلينا نتكلم شويه. خلينا نتكلم شويه. عم بقول لوجينا هي نسخه طبق الاصل لرغد. يصرخوا كثير. رغد انا حكيتها. يصرخوا كثير ويبكوا كثير. رغد كانت بتبكي كثير عن جد؟ على فكره احنا دائما بنحكيها، عشان هيك قلت لك انا وياكي. بس مش باين على الكاميرا ان هي كانت بتعيط. لا هلا اول حلقه بكت. اول حلقه بكت. خربوش نزل عنها اكثر حدا بيبكي بخربوها بسديم. كان لا انا عيطت سيرسلي مرتين، كانوا بسبب مخي. لجينا بتبكي، بكت على اول يوم من الستريس، بكت على تشالنج عشان شربت شيء وبكت، بكت على حفله انه ما حدا طلع، لما هي رجعت بكت، لما دائما على كل شيء بتبكي. لا انا اونستلي كانت في حلقتين بس، في مره بقى يعني اي لوست ات. كان محي بجد بجد طول الحلقه انا ما كنتش يعني ما كنتش فاهمه ان انا ارد، يعني ما كانش عندي السيمي فاينل. كده بقى بقيت بقول له حبيبي بقول لك ايه؟ انا مصريه بابا. تعلمي شجار من عندي، تعلمي شجار. انا راح اعلمك كيف تشاجري الناس باش ما تبكي. انا ببكي. لا انا فعلا لما بتخانق اصلا اي دونت، يعني اي دونت يوجوالي فايت وذ بيبل، يعني مش من العاده. قلت له محي انت وبعدين انا اكبر منه بكام سنه؟ 8 سنين. انا 29 وهو 29. زي رغد بالضبط، هي اكبر واحده. قد ايه تفكروا عمري؟ 30. انا كنت بحط فيكي 25 26. لا دقيقة، محي كان عمره 23 فانت. لا محي كان عمره 21 23. لا يبقى انا اكبر منه بست سنين. يعني 29 30 احس. رغد 29. رغد. يس. رغد 30. ايه ده بجد؟ سيريسلي؟ مين كان اكبر واحد عندكم؟ انا وناجي كان اكبر مني. لا علاء كان 34. لا كان عندنا ربيع، فاكره؟ عارفه ربيع بتاع لا ربيع اللي هو اللي كان بيتكلم دايما على الطبيعه. حته ولد بجد بجد بجد، اخلاق وادب وما سمعناش صوته دايما. اللي تلاقيهم مش عارفين اساميهم كتير الناس، تبقى انتوا ما سمعتوش، يبقى مؤدب. لكن انا بقى ومحي اللي ما لينا لحد دلوقتي مقاطع بنتخانق مع بعض خلاص بقى، يعني لو مقاطع مش قادره اقول لك. وفي الاخر انا اللي ساعدته في التشالنج لما سافرنا سريلانكا. انت وش اسمه محيي؟ قلت له انا معاك في التحدي الاخير، يعني شال اي هيلب يو عشان انت تكسب. انا مش هيقاك اصلا، مش عايز اسلم عليك. اي هي محيي مثل انا ورغد، انا ما اطيقها وهي ما تطيقني. بس في النهايه بقى قربنا لبعض جدا في سريلانكا، وهي ابريشيتد ان انا اي هيلب هيم ا لوت من كل قلبي. يعني ما اتكسلتش مثلا، كان في التحدي في سريلانكا كل يوم لازم نسافر بلد حوالين سريلانكا، كل يوم بنسافر 4 ساعات رايح و4 ساعات راجع عشان نصور. كنت بصحى في الميعاد، بجهز في الميعاد، بعمل كل حاجه. فهو حس بقى لا هي دي جدعه، يعني الحمد لله حس على دمه في الاخر. انت لو كنت في سديم 3 راح انا اللي نشاجر معك. بنتخانق على فكره. انا مش ببدا بالخناق، بس هو في حد بيبقى عنده شويه. لجينا
معلومة عني، تعرفي انه انا ولا مرة تخنقت مع حدا من المتسابقين. انا دايما لا انا انا لا انا ما عمري تخنقت ولا انا ما كنتش ببدا ابدا. ديجافو هو اللي بلش فيه. ها بس انا هقول لك احلى حاجه بقى في ان انت لما حد بيبلش فيكي عندك الطبع الاردني البنت القويه اللي هي شوفي انا ما ببلش، مش بعرف بقى انا ما ببلش، بس يعني اذا اجى غلط فيه ما راح اضلني ساكت، يعني هاي فكرتي. بس اني انا ابدا هوشي ما بدي، انا كنت مسالمه مع مين. مين قال لك هشام قال لك كذا ومعنينا؟ لا هاي اشياء تافهه. اخر شيء هو ظل يستفزني، في يدرس فيك ظل يتخوت خالها على البيت على الحلقه. لما قلت له انت ما اتريقتش على البروجرام بتاعي بذمتك، ما اتريقتش على البروجرام بتاعي، كان طول الحلقه عمال يتريق عليها وبعدين انت ما اتريقتش. كنت خلص يعني كفايه. بس كانت لذيذة. كنت بحس برضو جودي سكيت هو very peaceful برضو، معلوش يعني هادي كده وهاد كمان. لا لسه في كتير دقوا بجودي، يعني يوم ما طلع له انه هو يختار مثلا في ناس الاختيار يا جماعة صعب صعب صعب. انت عارفة ان انا وسيف كنا كده، انا وسيف كنا بجد قريبين قوي 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 طول النهار مع بعض، ولما جينا اتحطينا في موقف ان هو لازم في حد تونسي يعني ابن بلد وكان لازم يختاره وانا his best friend اللي هو ليل نهار معاه، كان موقف صعب كتير. يعني ايش صار؟ لا يعني الاختيار كان هم خلونا نختار قبل اخر تو لايف، اخر لايف خالص الاخير قبله بتو نومينيز. بس انتوا من الاول، ده من الاول هم غيروا السياسه، انتوا من الاول، احنا مش من الاول، احنا من الاخر. انتوا اخترتوا اخر شيء؟ اخر شيء يعني بعد ما فلترنا العشره، فما كانش في حساسيات دي في الاول. بعد ما بجينا بقى نختار ومش عارفه ايه وكده، بقى يبقى في حد best friend بس برضه في حد ابن بلدك you have to support him. It was a big hassle. بس بعد كده بقى احنا كل اسبوع هيك. It was a struggle والله العظيم. عرفنا متاخر ان احنا اول ما نشيل بقى المايكس والحاجات خلاص نصير فعلا friends بره الكاميرا، ما نتعاملش بقى مع بعض زي هنا. هنا للاسف لا. كلهم يعني اللي بتهاوشوا خلاص. يعني كارولين وسامي وبكي او ماي جاد. كارولين وسامي وبكي وبكي واحمد خليفه. لا خلاص ما تفضحوه. لا لا بس امور سريه. لا هو كنا كلنا كده ديجافو. سوري هدول كانوا عن جد يعني كيف ما بتهاوشوا بالشو كانوا فعليا. حتى احنا كنا كده اول فتره، بعد كده دلوقتي لما جينا بنتفرج على سديم 3 احنا عاملين يعني جروب على الواتساب لسديم 2. عاملين جروب يضحكون علينا. اسمعي احنا عاملين جروب بنعي يعني احنا اخر فتره لما خلاص بقى جيل هيجي اللايف الاخير ليكوا ومش عارفه ايه وكده، كان مش عارفه مين طالب مننا فيديوز، كل اللي بعتينه منهارين من العياط. يعني وي مس الايام اللي كنا فيها بجد توجذر. يعني ازاي نبقى توجذر تاني؟ يعني انتوا يعني ما شاء الله تتحسدوا على الايام دي، عيشوها عشان انتوا هتتمنوا بعد كده. لا كلنا يعني سامي وبكي وكلهم اخر لايف بعده قلت انا احسد ناجي. قلت طلعي طلعي. قلت انا احسد مشتركين سديم 4 طلعيني على اللي بيمروا، انا احسدهم من الحين. لجينا راح نطلع ناجي وبعدين نطلع اوكي يلا طلعي ناجي. وين؟ طب استنى شوي. اوكي اعذري اتس اوكي ما في اخلاق عادي اتس اوكي تمام. لا اتس اوكي عايزين تجيبوا ناجي بعد كده. انا هجيب بعده اصلا. ما كان يمكن مش جاهز، يمكن قاعد بياكل ولا حاجه. ولسه بيقول لي انا سالته بوي فريند وجيرل فريند. يا حيوان يا ناجي، انا مش بوي فريند مش جيرل فريند. ناجي حكيها للكل. ناجي يحبك. حكيها للكل يا لجينا. بصراحة يا بخت اللي ناجي هتاخده. بصراحة. والله العظيم عارفة عمل لي ايه السربرايز بتاعت عيد ميلادي السنة اللي فاتت؟ لو تشوفي عمل ايه؟ جاب لي حاجات من سريلانكا كان نفسي فيها
وقلت لا انا مش هجيبها, اتس هيوج هوم ديكور كده مش هقدر اشيلها لحد لبنان. لقيته شايلها وبيقولي مامتي كانت عايزه حاجات للبيت فجبتها لها. ويوم عيد ميلادي بفتح الباب لقيت كل الجيفتس لحد فوق من ناجي. شفتي الحب؟ وجاب لي تورته ومش عارفه. شفتي الحب؟ هذا هو الحب الحقيقي. لا حقيقي حقيقي حنين حنيه, عمري ما احتجت منه حاجه غيره عملها لي. مش عارفه هل ده حب بجد ولا بيمثل قدام الكاميرا, مش عارفه. تفتكروا ايه يا اولاد؟ زي انا ورده بالضبط, بروح بصبغ له شعره ازرق, بخبص علي, بنعجب على بعض. هو اوكي صداقة. رضا من انهي ايه؟ الو هاي من سامعينك يا حسون. رضا منين؟ رضا من المغرب. بهدلتينا رضا. من مين؟ بهدلتينا. انا اي حد ما فهمش لغته يا مغرب يا جزائر. أنا الجزائر مستحيل. يا تونس شوفي الجزائر مستحيل. نووي اضطريت يا لجينة, اضطريت يعني أنا ورضا هيك كثير صحبة, فاضطريت إنه أفهم عليه. أنا وسيف برضو كنا كثير صحبة, فكنت بضطر إن أنا أفهم عليه. أقول له أنت بتتكلم كده ليه يا حبيبي؟ إحنا بنتكلم. لا يعني في كلام غريب. عارفة كان بيعمل معايا إيه يا رغ؟ لازم أحكي لك كان بيعمل معايا إيه. كان بيخليني أقول كلمات improper قدام اللايف على اساس انها كلمات بحبك وبموت فيك. هذا يسوي فيني نفس الشيء. هذا خلينا نسب الجزائريين كلهم في اللايف حقي, تخيلي. ايوه يقول لك ده كلمات حب. ويا بنايه تطلع. طب انتوا لو تحبوا نتجمع في بلد, انا اقول لكم البلد اللي نفسي نتجمع فيها. انتوا انا مصر. نفسك مصر. مصري يا لا للصبح. للصبح. أيوة. سهرانين للصبح. هاخدكم حته مكان في الجونه, تسمعوا عن الجونه الرسي اللي هي زي البحر الاحمر ذهب وكده. الجونه وذهب وكده. عمل لكم رحله, لازم تعرف على بعض لان السيزون ده كان سيزون جميل. احلو قوي السيزون بتاعكم في الاخر. ايش؟ قوي احلو السيزون بتاعكم في الاخر. احنا بوخ في الاخر, انتوا كان في الاول هادي شويه, بعد كده حلو قوي في الاخر. صوتك يقطع. بقول لك انتوا السيزون بتاعكم حلو قوي في الاخر. احنا كنا حلوين في الاول, ما كنا كتير, بس بعد كده بدا يبقى يعني في خناق وفي شد, وانتوا العكس, الشد في الاخر ما كانش كتير. صح. بداتوا تفهموا بعض. بس انا هقول لك حاجه, الجزائر عامة والمغرب هم ليهم شخصية كده ان هم ثوريين بطبيعتهم. يعني هم اتولدوا ثوار من غير اي حاجة. يعني اسمعي اللي جينا, انسي انه يعني احنا انا وهشام كنا عادي من الاول وهيك, هي بس اخر مشكلة لما بدلنا السلاسل صارت هذيك. عادي بس عادي ما كان عادي ماشي. بس اني سلاسل شوفي شو صار هلا هو انا وياه عادي, بس جمهوره ما فهم انه عادي الموضوع. حتى جمهورك والله اجمع علي جمهورك وبعدين فهموا الموضوع. ماشي. فالجمهور ما بفهموا انه عن جد بيكون مثلا مش هالقد مشكله كبيره, ومش عارف زي ما السادين بيبينوها. فصرت لما انزل صوره عادي بكون طفل بريء كيوت عم بينزل صوره, فجاه تحت كاشدوناب. لا اقول لك دقيقه, اول ما بدا سديم تونا اول حلقه, حتى ما سلمت عليه ولا شيء. ادخل الديام الاقي علم الجزائر. ايش في؟ بسم الله. لا عايز اقول لك ما شاء الله المغرب العربي اكتف سوشيال ميديا اكتر من التي في. احنا لسه كان عندي مشكله ان المنتاليتي دي مش عندنا في مصر. احنا عندنا التي في اهم من ال انتوا ما شاء الله الجيش واقف على باب سديم من قبل ما يفتح. عارف كلنا واقف من امبارح. بيكون دينجر زون. مش هو مش فيه ما له دخل. احنا بنكون انا اخر مره انا وفريد ومش عارف مين, فسديم بيكونوا كاتبين تحت انه مين فكركم بيرجع من سديم. جيش الدناب. يا اخي مش من دينجر زون. يذكروكم فقط يعني باللي احنا موجودين, حتى هون موجودين. انا برضو لما سالوني والله بكل عالم الجزائر. شوف ايوه ما شاء الله موجودين وبقوه. لا بس بجد انتوا هتروحوا امتى؟ Do you have any idea؟ بالدور
كلمة واحد سفرت كلمة يمشي. يعني راح شو اسمه عراق راح خالد. خالد راح. شو اسمها كارولين بعد بكرة. وراغد روحت. مين لا. يا ريت يا ريت شريف قاعدين. يا ربي تروح يا ربي. ولا ادعو معي. ولا. يا ربي تروح في أقرب وقت إن شاء الله. أنا عايز أسأل سؤال، أنتوا مش في الأردن وأنتي أردنية؟ ما روحتيش؟ ممنوع إن نحضر هون، ما عم بيقبلوا. أوه you're so lucky. قاعدة في الهوتيل، يعني تخيل أنا في مصر وقاعدة في الهوتيل. بس حتى لو فتحوا هون يعني راح أسكن عندي هون، يعني راح أسكن بعمان، مكان كثير قريب، فبصير اجي لهم يعني. لو انت اصلا عايشه في الاردن ولا بتدرس حتى؟ لا هلا انا بامريكا بدرس، بس برجع هون دائما، فهون قاعده لشهر 8 يعني. وانا كمان كنت عايشه في امريكا فتره. بابايا دلوقتي عايش هناك، بس لازم نتجمع. انتوا where do you suggest ان احنا ممكن نتجمع لما يفتح البلد؟ قولوا بس بلاد يعني. مصر. والله ممكن مصر يعني احلى شيء بحس. حلوه. رحتي قبل كده؟ انا قبل السديم شرم الشيخ كثير كنا نروح. انا قبل السديم، قبل ما ينعرض السديم بشهر كنت في مصر. Really؟ كنت في القاهره، رحت القاهره وشرم. شرم الشيخ. وانت يا هشام؟ عمري ما خرجت. ايه يا عمرك ما رحت على مصر؟ انا نعرف الجزائر فقط. الجزائر كبيره كمان. انا اخاف اخون بلدي لو اروح. لا ان شاء الله نخرج وان شاء الله. لا ان شاء الله ان شاء الله اشوفكم بجد، لازم اشوفكم، لازم اتعرف عليكم عشان احنا هنبقى ان هارموني، وكمان بقيه الشباب هتحبهم جدا جدا. ان شاء الله ان شاء الله. لا لازم. او ماي جاد اتس بي سو فاني. كا 2 سيزون 2 3 نرجع نتجمع. كان 2 سيزونز. هذا اللايف مو جاي سيتيم، لازم سيتيم يجمعنا مع بعض. لازم تجمعونا، يعني ما تكونوش تديروا تفريق. دول ما يصدقوا يروحونا. صح جمعونا احنا يروحونا. والله مين اكثر حد هيوحشكم؟ انا اقول لكم اليو وانيس والذي اكثر ناس هتوحش. اليوم اخر يوم تصوير مناحه، صارت مناحه كل قاعد يبكي والكل مدري ايش، لان هم اول ما خلص التصوير يعني في الصباح على طول رحلتهم راحوا. كلنا كنا روحنا تاني يوم بالظبط، كل واحد بقى الساعة 4 الفجر، وكل واحد هو بيسيب اوضته، كان منور من العياط وكانش كمان عندنا حد. بس هاي اللي صعبة كمان اكثر، انه احنا ضلينا مع بعض يعني اخر قد ايه، احنا 10 ما بعرف قد ايه اخر شيء 7 أو 8. اكثر ضلينا كلنا مع بعض يعني، فانه هلا عم تصعب اكثر كل ما واحد يروح، انه احنا فعليا الا شهرين نيرلي شهرين ونص قاعدين مع بعض، يعني مش انه واحد ضل يروح يطلع بس هم 4 اللي طلعوا. كلكم قاعدين اتبسطوا بجد كل لحظه، وانجوي الفطار الصبح مع بعض والديتيلز دي. ايه صح لحالك مش مع بعض، كل شيء في الغرفه مش مع. وين تفطروا مع بعض؟ ما نفطر مع بعض حق صحي. نفطر مع بعض. لا نفطر مع بعض. انتم تفطروا مع بعض؟ انت ليش تفطروا عشان الجزائر؟ كيف انا لو بس انا بحاول اسمع واسمع. لا هشام يفطر الساعه 6 الصباح، انا افطر الساعه 12 الظهر. لا الوحده انا افطرت اليوم. ليه 6 الصبح وراك في الجيش؟ انا لما اخلص سديم وليت ننام في الليل، ننام في النهار والنصف الليل يعني. على فكره مش فاهم عليك بس اوكي. اوكي جايز يلا اشوفكم على خير. يلا ثانك يو سو ماتش. يو اول Thank you. Bye. 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 نشوف نادي هون ولا لا؟ الحيوان راح. إيه لا طلع كده. طلع الحيوان. شوف الهتاف لازم نروح عند رضا، أكل وراسي بدون رضا. وين رضا؟ نمشي نحوس عليه. وين؟ تعال. غرفة غرفة. احط هاي حديده. غلطه. لا يكذب تعال. لا
تعال تعالوا تعال هاي. نغطي في الغرفة. لا نغطي في الغرفة. لا 19 يا سنفور. سنفور نايم. تعالوا لا كلهم بتستنوا فيك يا رضا. يلا خليها مع بعض يلا باي باي. ايه مش عيب كل لايف عم بسأل عنكم غرفتكم. خلص افتح فيك نوم الناس عم تستنوا فيك. قول مرحبا لايف. لا تعرف انش مش عارف كل جنام. لا ما تخد بدي فرجي مش عارف وراح نام. اشوف يلا وين الضوء. ما هو صار يا شباب صوري انا نايم. والسلام عليكم. وبكرة نفتح لايف ان شاء الله. انا الحين راح اقول شيء انا مو في وعي عشان لسه صاحي. شو سوت فيني؟ مبروك الشعرات ولا كذاب حبيته. انت حكيت انه حلو. حلو والله. راح اقول شيء انا مو في وعي. انا لسه صاحي. خلص خليه يرجع ينام. كلهم رضا. كلهم راسي رضا. كلهم بتحبهم مشي. راح اقول لهم شيء انا مو في وعي. شباب والله بكره اسوي لكم لايف في وعي. اهي انا لسه صاحي. يلا ماشي جود نايت. المرة الجاية نلتقي عليه في هذا الوقت. لا باي. انطردت يا اخوان. وين اروح طيب؟ استنى خلينا نشوف رأيك.